جميلة التي يأتي اليمنى. هذه فرصة خطيرة. يحاول استفادة من زميلة في جانب الملعب. يلعب العرض، رأسية مذهلة. الكرة في المرمى، يا سلام. شوف الإبداع، يحاول أن يسدد الكرة من هنا. مصر يتقدم في النتيجة بهدف نظيف. في واحدة اختلط بين المدافعين، يرفعها داخل 18. يلعب على اليمين، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. هذه فرصة خطيرة، سننتظر. يلعبها ببراعة. فتشفر الدفاع الفريق الخصم. يسدد الكرة. الكرة اللي مرت في جوار الباك. والتسديد. يا لها من كرة قادة تصبح. انتهى الوقت العصري والوقت المضاف بدل الضائع. صافرة تطلق من حكم المباراة ليعلن النهاية. إذا